شركة جي إي آر ديتكت بالتعاون مع وكيلها الحصري شركة يو آي جي ديتكتورز. تقدمان لكم شرحا مفصلا عن طريقة تركيب وعمل جهاز تيتان جي إي آر 500 بنظام الاستشعار عن بعد. جهاز تيتان جي إي آر 500 متعدد الخصائص للبحث عن الألماس والأحجار الكريمة في باطن الأرض. نظام البحث عن الألماس كبير الحجم، نظام البحث عن الألماس صغير الحجم، نظام البحث عن الأحجار الكريمة. جهاز تيتان جي إي آر 500 بإصداره الجديد يتيح للمستخدم العمل بنظامين، نظام اللمس ونظام لوحة المفاتيح. أولاً، قم بفتح حقيبة الجهاز للتعرف على مكوناته المرفقة. بطاقة ضمان لمدة عامين. الوحدة الرئيسية للجهاز. مقبض الجهاز. شاحن الجهاز. بطارية ليثيوم أيون. هوائيات عدد 3. سنسور لتقوية الإشارة. وحدة الهوائيات المستقبلة للإشارة. حقيبة حمل ووقاية الجهاز مصنوعة من البلاستيك المقاوم للصدمات. بداية، قم بتركيب مقبض الجهاز. ركب سنسور تقوية الإشارة. ركب الهوائيات المرسلة والمستقبلة. قم بتوصيل كابل البطارية بالجهاز. ثبت وحدة الهوائيات المستقبلة. قم بزيادة طول الهوائيات لسرعة استقبال الإشارة. بعد الانتهاء من تركيب كافة القطع أصبح الجهاز جاهزاً للاستخدام. وحرصاً من الشركة على ضمان تطبيقك لقواعد استخدام منتجاتها بدقة وللحصول على أفضل النتائج، قام فريقها بعمل ميداني مرفقاً بشرح تفصيلي عن كيفية البحث عن الأهداف وتحديد عمقها بدقة بتجربة الجهاز في هذه المنطقة. يجب عليك كمستخدم خلع جميع المقتنيات التي تؤثر على عمل الجهاز، مثال ساعة يد، خاتم، هاتف محمول، حزام، محفظة، يجب عليك الابتعاد قدر الإمكان عن مكان المقتنيات.
شغل الجهاز من خلال زر On Off. اختر لغة البحث. يحتوي الجهاز على 6 لغات: الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، العربية. اختر نوع الهدف المراد البحث عنه. في حال اختيارك للأحجار الكريمة، تظهر قائمة تحتوي على خيارات أوسع من الأحجار الكريمة، وهي عبارة عن 18 نوعاً مختلفاً. يمكنك التنقل بين هذه القوائم من خلال زر Next. اضغط على مفتاحي Up Down للتنقل بين أنواع الأحجار الكريمة. بعد الضغط على زر Back تظهر قائمة الأهداف التي يقوم الجهاز بالكشف عنها. يمكنك اختيار الهدف الذي تريد البحث عنه، مثال ألماس كبير الحجم. يمكن للمستخدم اختيار نوع التربة في منطقة البحث: طبيعية، معدنية، صخرية، طينية، رملية، مختلطة. حدد نوع التربة حسب منطقة البحث، مثال تربة طينية. اختر المدى الأمامي المراد الوصول إليه: 500 1500 2000 2500 3000 متر مربع. أيضا يتميز هذا الإصدار بعدة وظائف: بوصلة رقمية لمساعدة المستخدم على تحديد جهتي الشمال والجنوب. قم بتثبيت الجهاز بزاوية 90 درجة كي تعمل البوصلة بشكل صحيح. ملاحظة: يجب أن يقف المستكشف متجها من الشمال إلى الجنوب، حيث أن الحقول الأيونية عبارة عن إشعاعات صادرة عن الألماس والأحجار الكريمة بعد بقائها لمدة طويلة تحت الأرض وتداخلها وتفاعلها مع التربة وطبيعة تكوين الأرض وانتظامها مع الخطوط المغناطيسية شمالاً وجنوباً. بعد الضغط على زر تخطي في الشاشة أو زر أوكي في لوحة المفاتيح، ستظهر مباشرة على الشاشة مؤشرات ضوئية تؤكد أن الجهاز يقوم بإرسال واستقبال إشارات ترشدك نحو الهدف مباشرة، وعند الحصول على أي إشارة سيقوم الجهاز بالالتفاف نحو الهدف مباشرة، وسوف يظهر على الشاشة الذكية اتجاه الهدف المكتشف مع إصدار صوت تنبيه لمكان وجوده. قم بتأكيد اتجاه الهدف من الجهات الأربعة لضمان الوصول إليه بشكل أدق. قم بتتبع الإشارة. قم بتتبع الإشارة. عندما يقوم الجهاز بالالتفاف للخلف ستكون قد تجاوزت الهدف.
أكد مكان تواجد الهدف من الجهات الأربع. وعند الحصول على أي إشارة سيقوم الجهاز بالالتفاف نحو الهدف مباشرة، وسوف يظهر على الشاشة الذكية اتجاه الهدف المكتشف مع إصدار صوت تنبيه لمكان وجوده. قم بحصر موقع البحث، وذلك بوضع علامة تكون مركزا لعمليات تأكيد الهدف. لتحديد العمق، قم بأخذ زاوية 45 درجة يمينا أو يسارا من مركز الهدف. قم بالسير، وعندما يقوم الجهاز بالالتفاف قس المسافة من مركز الهدف إلى نقطة التفاف الجهاز. يكون هذا هو العمق. مثال: لو كانت المسافة بين مركز الهدف ونقطة التفاف الجهاز متران، سيكون العمق متران. يصل عمق البحث في جهاز تيتان جي اي ار 500 إلى 65 مترا في باطن الأرض ومدى أمامي بمقدار 3000 متر مربع. جهاز تيتان جي اي ار 500 من أفضل الصناعات الألمانية. يتميز الجهاز بصغر حجمه وخفة وزنه وسهولة استخدامه. أيضا قائمة إعدادات تحتوي على ضبط الصوت، ضبط مستوى الإضاءة، معلومات الجهاز. صمم هذا الجهاز كي يتلائم عمله في جميع البلدان والأقاليم. نتمنى لكم التوفيق في رحلاتكم الاستكشافية.